أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في الجولة الرياضية، والبداية بأخبار المنتخبات الوطنية. فرغم تفوق منتخب الشباب على نظيره الكاميروني بهدف لصفر في لقاء الإياب من التصفيات الإفريقية، إلا أن ذلك لم يكن كافيا للتأهل إلى الدور المقبل من تصفيات أمم إفريقيا المقامة نهائيتها في زامبيا عام 2017. وكان خروج منتخب الشباب نتيجة خسارته في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب بافوسام في الكاميرون. وفي أعقاب خسارته في ديربي مدينة بنغازي أمام الأهلي بنغازي بثلاثة أهداف لهدف، تعاقد مجلس إدارة نادي النصر مع المدرب التونسي الأصل السويدي الجنسية منير شبيل بعد إقالة المدرب ناصر الحضيري. وكانت إدارة النادي قد كلفت كل من محمد الككلي وسالم جلالي ومحمد حسين للإشراف على تدريب الفريق الذي لا يزال متواجدا في مدينة البيضاء. وسبق أن وقع شبيل عقدا مع النصر لقيادة فريقه الأول خلال الموسم الماضي، لكن الظروف حالت دون تدريبه له بسبب تعذر إقامة الدوري. وفي مقر الاتحاد الفرعي بنغازي لكرة القدم سحبت قرعة الدور التمهيدي لمسابقة كأس ليبيا يوم الأحد بمشاركة 13 مندوبا للفرق التابعة للاتحاد الفرعي. ومن المقرر أن تنطلق مباريات المسابقة يوم الثلاثاء على ملعب شهداء بنينة بواقع مبارتين لكل يوم وبنظام الإسقاط الفردي. وسيلتقي الثلاثاء في المباراة الأولى غاريونس بالرجمة، فيما سيواجه في الثانية المختار النجوم، وسيلعب في المباراة الأولى يوم الأربعاء المجاهد مع الأنوار، والثانية تجمع الطيران بالشمال. وسيتقابل في اللقاء الأول يوم الجمعة فريق السلاوي مع بوعطني، وسيلتقي السد ببنغازي الجديدة في المباراة الثانية. مراسم قرعة دوري كأس ليبيا للموسم الرياضي 2015-2016. طبعا ان شاء الله على مستوى الاتحاد الفرعي بنغازي حيكون عدد الفرق المشاركه في الدوري التمهيدي حيكون 13 فريق. طبعا الدوري التمهيدي حيكون الفرق المشاركه فيه هي الدرجه الاولى والثانيه والثالثه. وفي قاره اوروبا توج المنتخب الاسباني لكره السله بلقب بطولة أمم أوروبا للشباب التي احتضنتها فنلندا بعد فوزه على ليتوانيا في المباراة النهائية يوم الأحد بنتيجة 68 نقطة مقابل 55. ويعد اللقب هو الثاني للإسبان بعد نسخة 2011 التي تخطى فيها منتخب إيطاليا في المباراة النهائية ليكون في المركز الثاني خلف منتخب صربيا الذي ينفرد بالصدارة برصيد 5 ألقاب. نهاية الجولة الرياضية، شكرا على حسن المتابعة، في أمان الله.